صباح الخير ريف. صباح الخير رامز. نحن تحديدا أمام قصر عادل أب عبدة، حيث يتقدم عدد من المحامين بوكالتهم عن أهالي عين الرمانة على خلفية أحداث الطيونة الأخيرة بشكوى جزائية أمام النيابة العامة التمييزية بحق أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله. سوف ننتقل الآن إلى المحامين للاستماع إلى كلمتهم حول هذا الأمر. يعطيكم العافية. الشتاء خير بعتقد، وهيدي الشكوى لازم تكون خير على الأهالي المتضررين بعين الرمانة. حضرنا إلى النيابة العامة الاستئنافية بجبل لبنان، تقدمنا بهذه الشكوى. نعم. الموجود فيها كل المستندات، موجود فيها تقرير خبير مفصل حول حجم الأضرار التي تسبب بها الغزاة انهار اجتياح منطقة عين الرمانة. طبعا هذه الشكوى غير مسيسة على الإطلاق، لأنه هول الأهالي لهم حق أنهم يأخذوا حقوقهم، وهذه الحقوق لا يمكن الحصول عليها إلا من خلال اللجوء إلى القضاء. هلأ في بعض الأشخاص بحبوا يلجأوا إلى وسائل وطرق خارجة عن القانون. نحن اليوم رسالتنا ورسالة أهالي عين الرمانة أنه نحن ننصاع إلى القضاء. هلأ البعض تفاجأ، البعض سأل انه حسن نصر الله، ايه حسن نصر الله مواطن لبناني مثله مثل اي مواطن لبناني اخر، عندما يخالف القانون يجب ان يعاقب، وعندما يلتزم بالقانون بنقول انه التزم بالقانون. تسجلت الشكوى بانتظار احالتها بحسب الاصول المعمول فيها الى احد الاجهزه لاجراء التحقيقات. من المفترض انه الجهاز اللي عم بيدير هذه التحقيقات ويشرف على هذه التحقيقات تحت اشراف القضاء أنه يستدعي المدعى عليه وكل من يظهره التحقيق حول هذه الجريمة يلي كاملة الأوصاف. لا شك بأنه ما حصل بعين الرمانة، هلأ عم بحكي بالشق السياسي، أكيد له علاقة بانفجار مرفق بيروت. كلنا صرنا بنعرف هذا الأمر، وبستغرب كيف بيقدروا بعض الزعمات أو القيادات أو رؤساء الأحزاب أنهم يحموا أشخاص مدعوين للمثول أمام المحقق العدلي، في حين وحلكم إياها بكل وضوح بالنسبة لنا ضفر. كل ضحية من الضحايا الـ 218 برقبة أكبر مسؤول بالدولة اللبنانية، أكان مسؤول بالمباشرة بانفجار مرفق بيروت أو منه مسؤول بالمباشر. الأصول بتقول زعم الأحزاب، زعم الطوائف يحطوا المدعوين للمثول أمام المحقق العدلي بسيارتهم وهن يخدون أمام المحقق العدلي. ما بعرف ليش هل الدفاع المستشرس عن بعض الأشخاص يلي أصلا أصبحوا فارين من العدالة. ما ترتب اليوم بالعودة إلى أحداث الطيونة وهذه الشكوى الجزائية، اليوم كمان القاضي عون قبلت شكوى من حزب الله ضد سمير جعجع، حتمشوا بالمسارين، كيف حتصير الأمور؟ هيدا أمر يتعلق بالقضاء اللبناني. نعم. طبعا اللي قبل شكوى مباشرة ضد دكتور سمير جعجع وحزب القوات اللبنانية والموقوفين واللي أخلي سبيلهم، من باب أولى أنه يقبل هذه الشكوى ضد حسن نصر الله وكل من يزوره التحقيق بأحداث عين الرماني، خاصة أنه هذه الشكوى مزودة بتقرير واضح بتسجيلات وبصور وبفيديوهات لا يمكن إلا أن يصار التعاطي معها مثل أي شكوى جزائية تقدم أمام المرجع القضائي المختص. أدي برأيك اليوم رح توصلوا إلى نتيجة من بعد تقدم بشكوتين، صار في عنا هذه الرقم 2 ما هيك؟ نحن تقدمنا سبق وتقدمنا بشكوى أمام النيابة العامة التمييزية، وكلكم تتذكروا تقريبا أكثر من شهر الظروف اللي كان عايش فيها البلد، تم حفظ هذيك الشكوى. نعم. نحن اليوم بالواقع النيابة العامة الاستئنافية بجبل لبنان شجعتنا، لأنه من بعد ما قبلت لما قبلت دعوة ضد دكتور سمير جعجع من قبل متضررين بغزوة عين الرمانة. لذلك حضرنا اليوم أمام قصر العدل نيابة العامة الاستئنافية بجبل لبنان وعملنا ذات الشيء، يعني مثلنا مثل كل الناس. ما في يكون قانون على ناس وقانون مع ناس، القانون بيكون لكل الناس وفوق كل الناس، وإلا بنصير بصيف وشتس فوق سقف واحد. رامز، يعني كانت هذه هي تفاصيل الشكوى الجزائية التي تقدم بها وكلاء الدفاع عن أهالي عين الرمانة أمام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان والتحديد القاضية غادة عون، بعد أن قبلت الدعوة المقدمة من حزب الله ضد دكتور سمير جعجع.